بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بنبدأ النهاردة من مكاننا اللي احنا فيه، مدرسة اليسر الخاصة بالعاشر. معاكم محب الفولي، كبير معلمين الكيمياء. بنبدأ مع حبايبنا طلبة أولى ثانوي، وبنستكمل النصف الدراسي الثاني في الباب الرابع اللي هو عندكم التغيرات اللي هي الكيمياء الحرارية. هنكمل النهاردة التغيرات الحرارية التي تصاحب تغير طبيعي أو تغير كيميائي. احنا اتكلمنا عن دلتا اتش، اللي هي قلنا دلتا اتش علامة دلتا اتش اللي احنا عملناها لكده، وقلنا دي معناها ايه؟ دلتا تغير، اتش يعني المحتوى الحراري، يبقى التغير في المحتوى الحراري. اتكلمنا عنه وقلنا اننا لا يمكن قياس محتوى حراري المادة، طبعا صعب جدا عمليا، ولكن انا اشوف ايه اللي هيحصل في هذه المادة، تغيرات حرارية هتحصل فيها، ممكن تكون نتيجة ذوبان في ماء ملح مثلا يدوب، ينتج عن هذه الذوبانية انطلاق حرارة، أو ينتج عن الذوبان امتصاص طاقة حرارية من الوسط إلى النظام. الكلام ده وضحناه في الحصص اللي فاتت. طب النهاردة هنتكلم في إيه؟ تغيرات حرارية تصاحب تغير فيزيائي أو تغير كيميائي، يعني نشوف. طيب هو إحنا دلوقتي يا مستر بنحسب دلتا إتش، دلتا اتش دي عشان احسبها اللي هو التغير في المحتوى الحراري لاي ماده، بنحسبها ليه؟ لانها مهمه في عمليات احتراق الوقود، زي احتراق بنزين العربيه. انا بمول عربيه بنزين وبدور، فانا بحرق البنزين وبينتج عن هذا الاحتراق طاقه حركيه وطاقه حراريه، الموتور بيسخن، وطاقة حركية يبقى أنا حولت الطاقة أو المحتوى الحراري للبنزين حولته إلى طاقة حرارية، حولته إلى طاقة حركية. طيب إحنا بنحسب التغير اللي حصل بالبنزين اللي اتحرق، أهو ده نوع من أنواع الوقود. هذا يساعدنا على إيه؟ بيساعد المخترعين أو المكتشفين أو الناس العلماء اللي يساعد على تصميم محرك موتور، ويحدد لي نوع الوقود اللي هيستخدم. ولذلك انت حضرتك بتشوف عربية دي بتشتغل بايه؟ بنزين. انت بتقول بنزين اوكتان 80، اوكتان 90، اوكتان 95، اوكتان 98 درجات في الوقود اللي هو البنزين بتاع العربية. في عندنا عربيات بتشتغل بالسولار، تمام؟ يبقى اختلف نوع الوقود ولا لا؟ اختلف. ولذلك هنا عملية ان انت تحسب دلتا اتش لو التغير في المحتوى الحراري، هذا يساعد على تصميم محرك وتصميم هذا المحرك وايه نوع الوقود الذي يستخدم في هذا الموتور. النهاردة في الجو اللي احنا فيه والتطوير التكنولوجي اللي احنا فيه، وصلنا الى ان يكون هناك تصميم تعديل في مواتير السيارات، عشان يدخل هذا التعديل ان السيارة تشتغل بالايه؟ بالغاز الطبيعي. وقال لك طيب، طب ما احنا عايزين سيارات هتشتغل بالكهرباء، بالطاقة الكهربية، يبقى اذا هنا ايه؟ تصميم الموتور. ونشوف هذا التصميم جاي منين؟ من حسابات التغير في المحتوى الحراري. يبقى انا هصمم محرك وهختار نوع الوقود المناسب لهذه السيارة. عملية احتراق أنواع الوقود أو أنواع المواد المختلفة، يعني هحرق كربون، هحرق خشب، احتراق غاز الهيدروجين، ده كله عملية احتراق للمواد المختلفة. ده بيساعد على إيه؟ قال لي بيساعدني كمان إن أنا أشوف أنسب طريقة لمكافحة الحريق. نعم، إزاي؟ طب يعني لو في حريق في غابة، الغابة دي أشجار، طب أطفي الحريق بإيه؟ نعم، بالمي. طب تمام،
طب لو الحريق ده في محطة بنزين ها هتطفيه بمية؟ طب ما المية هتنزل هتاخد البنزين يطفو على سطح الماء مشتعل، يبقى انا زودت النار نار، يبقى الكلام ده ما ينفعش. يبقى انا هختار هنا الطرق مكافحة الحرائق من خلال معرفة دلتا اتش اللي هو المحتوى او التغير في المحتوى الحراري. الكلام ده بيناسب حقائق احنا عايشينها وبنعيشها. طب ايه هي التغيرات الحرارية اللي بتصاحب تغير فيزيائي؟ هتكلم فيه النهاردة. تغير فيزيائي. طيب ايه؟ قال لي هنتكلم عن حرارة الذوبان القياسية، ذوبان ملح في سائل، حرارة التخفيف، بس ده اللي علينا في أولى سنة، حرارة ذوبان، حرارة تخفيف. طب التغيرات اللي هتصاحب تغير كيميائي هيبقى حرارة تكوين، حرارة احتراق. تمام؟ يبقى احنا بنتكلم النهاردة على التغيرات الحرارية التي تصاحب تغيرات فيزيائية، أي تغيرات طبيعية، اللي هي منها حرارة الذوبان القياسية، يعني أنت هتقيسها عملية، وفي عندنا حرارة التخفيف القياسية. طب تعالى نتكلم مع بعض عن حرارة الذوبان القياسية. ألا نرمز ليها بالرمز إيه؟ تغير، يعني دلتا اتش، دلتا اتش أبوستروف، دي معناها تغير حراري قياسي أنت قيسته، واكتب تحتها كده من أسفل، أسفل دلتا اتش اس او او ال سوليوشن، اللي هو بنقول ايه؟ ها؟ ذوبانية محلول، اكتب له اس او ال، يبقى كده انا عملت بقول له ديت حرارة ذوبان قياسية. لما احط العلامة دي يبقى معناها قياسية. طب لو ما حطيتش العلامة يبقى تغير حراري فقط. طيب بنقول ان هنا لما بدوب مادة صلبة ملح طعام مثلا في سائل ماء يحدث ايه؟ يحدث ارتفاع يا اما انخفاض في درجة الحرارة للمحلول اللي هينتج. طيب انا بقيسه، نعم، بواسطة الترمومتر، بواسطة المسعر اللي احنا اتكلمنا عنه قبل كده. يبقى قيسنا يا اما ذوبان هذا الملح في السائل يكون طارد للحراره، يعني ينتج عنه حراره تنطلق الى الوسط فيقل محتوى الحراري للمحلول، يا اما ينتقل اليه حراره من الوسط الى النظام هنا يحصل ايه؟ انخفاض في درجه الحراره. طب اديني مثال، لو جبنا صودا كاويه صلبه، وده ان شاء الله هنجهز الحاجات العمليه وهنقولها، صودا كاوية صلبة NaOH solid وحطيناها في مية H2O. ايه يا مستر ما تكتب زائد H2O؟ مش مشكلة، لان انا بقول الصودا الكاوية هتدوب في المية فهتتحول من صلبة الى ايه؟ محلول. يبقى هنا اللي هيحصل ان الصوديوم هيتحول الى ايونات صوديوم، يعني هيتتفكك هذا المركب الايوني الى ايونات صوديوم موجبة اكواس زائد ايونات هيدروكسيد سالبة اكواس. طب لما انت دوبت وقست درجة الحرارة جبت ايه؟ قال لي شفت ان هذا الذوبان طارد حرارة. قال لي طب طارد حرارة يعني المفروض اكتب هنا زائد المقدار ده 51 كيلو جول. قال لي ما كتبتش زائد 51 كيلو جول، ممكن تكتب ايه؟ دلتا اتش ابوستروف، يعني التغير في المحتوى الحراري القياسي كام؟ قال لي سالب 51 كيلو جول على مول. يبقى معنى كده ان هذا ذوبان طارد للحراره. طيب يا استاذ لو حبينا نمثله بيانيا نعمل ايه؟ هقول له تعال ادي المحور والمحور التاني اهو، هنعمل ايه؟ هنمثل، هنقول له ده ذوبان طرد للحرارة. يبقى أنا عندي متفاعلات صودا كاوي NaOH solid زائد ايه؟ لسه قايلين H2O liquid مية.
نعمل كده اهي، ننزل لتحت. نتج عنه ايه الذوبانيه ديت؟ قال لي نتج ان ايه موجب واحد و او اتش سالب واحد، يعني ده ايوني. نعم اكواس، وده اكواس ايوني. طب دلتا اتش اكتبها هنا بقى، اقول له دلتا اتش ابوستروف تحتيها ايه؟ اس او ال. يوم يدينا ايه؟ قال يديني كام؟ واحد سالب 51 كيلو جول على مول. كده يبقى انا عملت الرسم بيانيا لذوبان طرد الحراره. طب طرد حراره يا استاذ يبقى ايه؟ قال يبقى المحتوى الحراري للنواتج قلناها ها يصبح اقل من المحتوى الحراري للمتفاعلات، لانه طرد من داخله ايه؟ حراره الى الوسط المحيط. طب لو قلت ملح زي ملح نترات امونيوم، ملح ابيض كده نترات امونيوم، وهنحطها في الميه، هيحدث ذوبانيه، هيتاين الى ايونات امونيوم موجبه اكواس وايونات نترات سالبه اكواس. ولما قست وحسبت التغير في المحتوى الحراري دلتا اتش ابوستروف حصل ايه؟ اللي طلعت موجب 25.7 كيلو جول على المول. طالما هنا دلتا اتش موجب يبقى ايه؟ قال لي يبقى التفاعل مصل الحراره. طيب نعمله بيانيا، ارسم المحور السيني والمحور الصادي. المتفاعلات اللي هي ان اتش 4 ان او 3، وده ملح صلب سوليد، زائد اتش 2 او ميه ليكويد. كتبت المتفاعلات تحت، ونطلع بالسهم لفوق نكتب النواتج. النواتج عندي ايه؟ ان اتش 4 ايون موجب زائد ايون نترات ان او 3 ايون سالب اكواس. واقول له هنا دلتا اتش تساوي ابوستروف بتطلع بايه؟ قال لي طلع لي ب 25.7 كيلو جول على مول. هذا ذوبان ايه؟ مصل الحراره. ولذلك انت كتبت النواتج فوق ليه؟ لانها امتصت حراره من الوسط المحيط، فاصبح محتوى الحراري اكبر من المحتوى الحراري للمتفاعلات. كده يبقى احنا اتكلمنا في جزئيه فاتت مع هذه الجزئيه، لانه كله مرتبط ببعض. كده يبقى احنا قلنا هنا في ذوبان بيبقى طرد انطلاق حراره، وذوبان مص للحراره من الوسط. يبقى من هنا اقدر اقول ايه هي حراره الذوبان القياسيه؟ قال لي هي كميه الحراره المنطلقه او الممتصه. امتى؟ قال لي عند اذابه مول من الملح او من المذاب. فين؟ في كميه من المذيب عشان احصل على محلول مشبع في الظروف القياسيه. طيب يبقى انا كده بعرف او ما المقصود بحراره الذوبان القياسيه؟ فاتكلم فيها بقولها منين؟ من خلال اللي انا فهمته، مش احفظ كلام. اقول له هنا حراره الذوبان القياسيه هي كميه الحراره التي تنطلق او تمتص عند اذابه مول من المذاب في كميه من المذيب حتى نحصل على محلول مشبع في الظروف القياسيه. طيب خلي بالك حراره الذوبان لما يجي يجيبها لي في مساله ويقول لي احسب لي حراره الذوبان القياسيه، نحسبها منين؟ قال يعني كميه الحراره التي تنطلق او كميه الحراره التي تمتص، اقول له من القانون اللي خدناه قبل كده كيو اللي هي كميه الحراره تساوي ايه؟ ام يعني كتله الماده ها في سي اس اللي هي الحراره النوعيه في دلتا تي اللي هي فرق درجات الحراره. الحراره كانت كام؟ اصبحت كام؟
ارتفعت انخفضت، اشوف فرق الحرارات واتكلم. المحاليل المخففة يعني مخففتها بمية، تتعامل معاها في المعمل على انها ماء، يعني كأن المية، كأنك انت حطت المية يبقى انت تتعامل على انها حرارة نوعية للماء 4-18 من مية. طيب والام اللي هي كتلة المحلول، كتلة المحاليل المخففة بنعبر عنها بالحجم. اما اقول محلول يبقى انا هقول حجم، مش هقول اجيب انا جرام ولا 2 جرام ولا 10 جرام ولا كيلو ميه، لا، ده انا بقول انا جايب مثلا 10 سنتي مكعب ماء. يبقى هنا ام قال لي كتلة المحاليل المخففة هنعبر عنها بدلالة الحجم. طب مثلي، اقول لك لو قلنا سنتي مكعب محلول يبقى بيعادل ايه؟ 1 جرام. طب ليه؟ اقول له لان كثافة المية 1 جرام، 1 جرام على السنتي مكعب. كثافة المية الماء العادي في الظروف العادية 1 جرام على سنتي مكعب، ولذلك بنقول ان السنتي سنتي مكعب بيعادل 1 جرام. طيب والسي اس اللي هي الحرارة النوعية يا مستر لأي محلول مخفف وما ادانهاش ليا في المسألة؟ قال لي هي نفسها الحرارة النوعية للماء، يعني كام؟ ما احنا حافظينها كمقدار ثابت 4-18 من 100 جول على جرام درجة مئوية، واتكلمنا في الجزئية دي قبل كده. هنا بنتكلم بيقول ان الحرارة النوعية للمحاليل المخففة عاملها على انها مية، يعني حرارة نوعية للماء اللي هي 4-18 من 100 جرام جول على جرام درجة مئوية. طب لو كان حجم المحلول اللي هينتج عندك، انت عملت التفاعل او عملت التجربة ولقيت المحلول كله اللي ناتج بعد ذوبان الملح طلع لتر واحد، 1 لتر، قال لي هنا نسميها حرارة الذوبان المولارية. هنا تسمى ايه؟ حرارة ذوبان مولارية. ايه هي حرارة الذوبان المولارية؟ هي كمية حرارة ممتصة او منطلقة. واحد يقول لي طب ما انا اقول ممكن اقول كمية الحرارة الناتجة، ما هو سواء ممتصة او منطلقة فهي ناتجة. اقول له ماشي، هي كمية الحرارة الممتصة او المنطلقة عند ذوبان مول من المذاب لتكوين ايه؟ لتر من المحلول، يبقى دي اسمها حرارة الذوبان المولارية. لو كانت كمية المذاب ملح اللي انت هتحطه المذاب ده في السائل اكبر من 1 مول، يعني جايب 2 مول 3 مول 4 مول، اكتر من 1 مول، هنحسب حرارة الذوبان ازاي؟ قال لي يبقى انت كده دخلت لي عدد مولات لو جابها لي في المسألة. يبقى بيقول لي هنا هحسبها منين؟ اقول له حرارة الذوبان المولارية في الحالة دي كمية الحرارة المنطلقة او الممتصة على عدد مولات المذاب. هذا قانون لو جابه لي في المسألة من ضمن الحاجات اللي بتيجي. يبقى لو كان كمية المذاب اكبر من 1 مول هنعمل ايه يا استاذ؟ نحسب حرارة الذوبان المولارية ازاي؟ قال لي حرارة الذوبان المولارية تساوي كمية الحرارة التي انطلقت او امتصت على عدد مولات المذاب. تمام، تعالوا نطبق كده جزئية بسيطة في هذا الموضوع. لو عند إذابة 1 مول من حمض ال H2SO4 حمض الكبريتيك في كمية من الماء، أنا هدوب 1 مول من حمض الكبريتيك ده المركز في كمية من المية، وأكمل المحلول، كملت بقى المحلول بعد كده بالمية لغاية ما وصلته إلى 1000 ملي لتر، لاحظت إيه بالترمومتر؟ ارتفعت درجة حرارة المحلول حوالي 17 درجة. لقيت الحرارة بتاعت المحلول زادت. ما أنا في الأول أنا قست حرارة إيه؟ المية أو الحمض. لما قست وجيت حطيته في مية وبعدين خففت وزودت المية لغاية ما كملت لغاية 1000 ملي لتر وأنا بقيس بالترمومتر لقيت الحرارة زادت. لما زادت كام درجة؟ 17 درجة، يبقى ده دلتا تي. احسب لي كمية الحرارة المنطلقة، سهلة.
اقول له الكيو بتساوي ام سي اس دلتا تي. طيب كميه الحراره دي المنطلقه مالها؟ 1000، اللي هو اللي انت كملت المحلول الى 1000 مللي، مضروب في ايه يا استاذ؟ انت كملت ايه؟ ميه. يبقى انت هتتعامل على ان المحلول هو الماء، اللي هو 4.18 في فرق الحرارات اللي هي 17 درجه، اضرب المقدار هيطلع 71060 جول. كده يبقى انا جبت كميه الحراره الايه؟ التي انطلق. نقول كمان احسب لي كميه الحراره اللازمه لرفع درجه حراره 500 جرام ايثانول اللي هو الكحول الايثيلي. طبعا كلنا في فتره الكورونا عرفنا يعني ايه كحول ايثيلي، اللي هو اسمه الايثانول. 500 جرام من الايثانول ارتفعت الحراره من 20.2 درجه الى 44.1 درجه مئويه. يبقى هنا في فرق حراره، علما بان الحراره النوعيه كام؟ قال لي 2.42 جول على جرام درجه مئويه. يبقى هو هنا مديني حراره نوعيه لمين؟ للايثانول اللي هو كحول. حراره النوعيه بتاعته ثابت، واحنا قلنا ان الحراره النوعيه لكل ماده مقدار ثابت. طيب عايزين نجيب ايه؟ كميه الحراره اللازمه اللي هترفع لي 500 جرام ايثانول من كذا الى كذا، من درجه حراره 20.2 الى 44.1، ومديني حراره النوعيه، وبقول له الكيو تساوي ام سي اس دلتا تي. هقول حته كمان، بعض الكتب عاملين ان الحراره النوعيه سي فقط رمزا، هذا متفق عليه. وبعض الكتب قايلين لا ده الحراره النوعيه سي اس، ما اختلفناش كتير، ده رمز متفق عليه. طيب يبقى هنا الام اللي هي الكتله 500 جرام، طيب السي اس اللي هي الحراره النوعيه 2.42 بتاعت الايثانول. طب فرق الحرارات قال 44.1 ناقص 20.2 يعني يطلع 23.9 اللي هي دلتا تي. نضرب المقدار ده كله في بعضه يطلع كام؟ 28919 جول. كده يبقى انا حسبت كميه الحراره اللازمه. عايزين نفسر مع بعض، هو مصدر حراره الذوبان مصدره ايه؟ تفسير مصدر حراره الذوبان. قال لي حراره الذوبان لما تيجي انت تحط الملح في ميه، يبقى في حاجات هنا بتحصل، ثلاث اشياء، ثلاث قوى. اول حاجه قوة تجاذب جزيئات المذيب اللي هو مثلا وليكن الماء، له تجاذب ولذلك بقى في حالة سائلة، ماء سائل. الإيثانول اللي هو السبيرتو ما هو سائل برضه، ولكن قوة التجاذب بتاعته غير تجاذب الماء، جزيئات الماء ببعض. يبقى دي أول قوة، تجاذب جزيئات المذيب اللي هو السائل اللي حدقه فيه، وتجاذب جزيئات المذاب. أنت جايب ملح او سكر، كل ده اسمه الايه؟ المذاب. في تجاذب، قوه تجاذب هذه الجزيئات، وفي تجاذب جزيئات المذيب مع المذاب. ان المذيب يفكك المذاب الى ايونات موجبه وايونات سالبه، ثم يحاط بجزيئات المذيب. يبقى في تجاذب بين المذيب جزيئاته وبين جزيئات المذاب. يبقى انا عندي ثلاث قوه، هذه الثلاث قوى بتفسر لي ايه؟ مصدر حراره الذوبان، تجاذب جزيئات المذيب. القوه الثانيه تجاذب جزيئات المذاب. القوه الثالثه تجاذب جزيئات المذيب والمذاب. طيب لما تيجي تفصل جزيئات او دقائق المذيب عن بعضها، هذا الفصل يحتاج الى ايه؟ امتصاص طاقه، وبالتالي يبقى فصل دقائق المذيب ماله؟ يمتص طاقة، يبقى ايه؟ مصل الحرارة. ولذلك دلتا اتش 1 اهي، دلتا اتش دلتا 1 ايجاب موجب. طب هفصل دقائق المذاب تتفكك، قال يبقى هتاخد طاقة، يبقى امتصاص، يبقى دلتا اتش 2 للايه؟ للمذاب موجبة،
طب ارتباط جزيئات المذيب بالمذاب او المذاب بالمذيب او اختفاء جزيئات المذاب في المذيب، هذا الاختفاء والإحاطة ينتج عنه طاقة، فبيبقى تفاعله طارد للحرارة. دلتا اتش بتاعته تبقى بإيه؟ بمقدار سالب. اللي احنا اتكلمنا عنها قبل كده في الترم الأول قلنا عملية الإذابة. كده فهمنا تفسير مصدر إيه؟ حرارة الذوبان. طيب لما نيجي نحسب دلتا اتش اس او ال سوليوشن، قال لي دلتا اتش ابوستروف ديت هنحسبها ازاي؟ اجمع دلتا اتش 1 فاصل دقائق المذيب فاصل دقائق المذاب ارتباط الجزيئات المذاب بالمذيب، اجمعهم على بعض يديك دلتا اتش ابوستروف اللي هي القياسيه، التغير في المحتوى الحراري الايه؟ القياسي. احسب حراره ذوبان ملح الطعام. انا بوضح لك بمساله عشان تبقى انت مقتنع بيها. ملح الطعام موضحا نوع الذوبان. نوع الذوبان ايه؟ مص ولا طارد؟ هتقول قال لي مديني اول معادله ان اي سي ال سوليد اتفككت الى ايونات، يبقى اذا هنا فصل دقائق مين؟ المذاب. واداني دلتا اتش ابوستروف بموجب هذا المقدار كيلو جول على المول. طيب راح قايل لي طب ما هي ايونات دي الصوديوم الموجبه وايونات الكلوريد السالبه في وجود الميه، طب ما هو في فصل دقائق المذيب اللي هو الماء، طيب وفي احاطه جزيئات المذيب بالمذاب، احاطه يعني المذاب ايوناته تختفي في جزيئات المذيب، قال لي يبقى ان ايه موجب وسي ال سالب، قال لي يبقى هنا في حاجتين مع بعض دلتا اتش 2 اللي احنا بنقول عليها ايه؟ فاصل دقائق المذيب. طب والاحاطه؟ قال يبقى دلتا اتش 3 جمعناهم طلعوا بالمقدار السالب ده، سالب 784 كيلو جول على مول. طب نعمل ايه؟ احنا عايزين دلتا اتش الذوبان، نعمل ايه؟ قال لي دلتا اتش ابوستروف اس او ال تساوي دلتا اتش 1 زائد دلتا اتش 2 زائد دلتا اتش 3، ونقول المقادير اهي 787 بالموجب زائد افتح قوس سالب 784 اللي هم مجموع الاثنين دول، طيب يطلع كام؟ قال لي يطلع موجب 3 كيلو جول على المول. قال لي يبقى معنى كده طلعت بموجب دلتا اتش ابوستروف. قال لي يبقى الذوبان هنا مص للحراره. طب لو طلعت بسالب يبقى الذوبان طارد للحراره. طب ايه السبب؟ لازم تقول لي السبب، ان دلتا اتش ابوستروف اس او ال باشاره موجبه. كده انا كلمت معاك النهارده ويعني بسطنا الكلام وقلنا على حراره الذوبان القياسيه، وان شاء الله الحصه الجايه نتكلم في حراره التخفيف وندخل على التغيرات الحراريه التي تصاحب تغيرات ايه؟ كيميائية، اللي هي حرارة التكوين، حرارة الاحتراق، وقانون هيس. ويبقى كده الحصة الجاية بننهي الوحدة دي كلها، عشان بعد كده الحصة اللي بعدها هنبدأ بالتفاعلات النووية والمفاعل الذري، قنبلة الذرية، قنبلة الهيدروجينية، الانشطار، حاجات كتيرة اللي باقية لنا لهذا الترم، وبإذن الله ربنا قدرنا ونخلص والطلبة تكون معانا وفاهمة بإذن الله وربنا يوفقكم. الحصص اللي جاية هنعمل بإذن الله مراجعات تاني على الترم الأول عشان الامتحانات اللي هي جاية لكم، امتحانات الترم الأول هنعمل مراجعة على باب أول وهنتكلم عن الباب التاني وبما سألوا. أنا تقريبا رجعت قبل كده، هراجع مرة تاني، والباب الثالث اللي هي المحاليل والاحماض والقلويات والاملاح، ونركز مع بعض وربنا يوفقكم. السلام عليكم.